مقتطف صوتي أو جزء، مش صوتي بس لأنه هيبقى مرئي مع حضراتكم، عن جزء من كلام الرئيس لما أكد على أهمية دور المرأة المصرية في حماية المجتمع والدولة. خلونا نشوف الجزء ده ونسمعه كويس بعد إذنكم. المرأة المصرية خلال 2013، ومش بس 2013 وحتى الآن، كان ليها دور كبير قوي قوي في حماية مصر، كان ليها دور كبير قوي في حماية مصر. وافتكروا، وأنا والله لما بفكركم مش بفكر نفسي، أنا فاكر بس بسجل هنا في اليوم دوت، يعني اللي بنحتفل بيكم، يعني إن إحنا لما في 30/6 اللي كانت متصدرة الموضوع كانت الست، ولما طلبت الناس تنزل يوم 26، إذا كنت فاكر التوقيت كويس، يعني قلت أنا بطلب من الشعب المصري ينزل يديني تفويض. اللي نزل في رمضان، كان في رمضان في اليوم دوت، الأسر كلها، أنا أتصور إن كان، مش هتصور بقى، كان حقيقة إن الست هي اللي قامت ونزلت والدنيا كلها شافت. ولما الدنيا كلها شافت العدد ده كله، قالوا إن لا، هو الموضوع مش حركة الجيش بيعملها ضد البلد، ده البلد رافضة والجيش بيدعم الرفض ده. فخرجت نزلت وعملت ده المرأة المصرية. طيب اللي قدمت الشهيد، الأب موجود صحيح، مفيش كلام، لكن بحنية الأم اللي سهرت وصبرت وربت وقعدت، من هو شالت 9 شهور، شالت 9 شهور وربت بعد كده لغاية لما بقى شاب أو راجل يعني، وبعدين قدمته لمصر. طب ما هو ده أصعب، أصعب إن الأم بعد كل ده تقدم ابنها وبعدين يعني يستشهد أو يصاب، وهو كان ماله العين زي ما بيقولوا، وبعدين يجي لها خبر إن هو استشهد يعني.